بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم في مادة اللغة العربية 4 للكفايات اللغوية للصف الثاني ثانوي بقسمي الإنساني والطبيعي. نبدأ بداية طيبة مع الوحدة التدريبية الأولى والكفاية النحوية والتطبيقات النحوية. موضوعاتنا لهذه الوحدة مراجعة عامة للموضوعات النحوية، ضبط النصوص المقروءة والمكتوبة بالشكل، وكذلك تحليل النصوص إلى كلمات وجمل. أهدافنا من هذه الوحدة تلخيص المعلومات الأساسية للنحو العربي، ضبط النصوص المقروءة بالشكل، كتابة النصوص والفقرات مربوطة بالشكل، أن نتحدث ونلقي ونقرأ بلغة عربية فصحى، أن نطبق الوظائف النحوية للمفردات، وكذلك تصحيح الأخطاء النحوية. نبدأ بنشاطات التعلم. استعن بمراجعك النحوية وأجب. لدينا هنا رسم هيكل السمكة ويقول ملخص للحالات الأعرابية في النحو العربي، وذكر لنا أن هنا الرافع يكون مع المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل، اسم كان وأخواتها، خبر إن وأخواتها، ذلك المفعول المضارع غير المسبوق بناصب ولا جازم، وأيضا تابع المرفوع. في النصب المفعول به، المفعول المطلق، المفعول لأجله، ظرف الزمان والمكان والمفعول معه. في الأسماء طبعا هذه الأسماء سواء كانت مفاعيل أو شبيهة بالمفاعيل مثل التمييز والحال واسم إن وخبر كان والمستثنى وكذلك توابع النواصب. من الأفعال الفعل المضارع المسبوق بأداة نصب. الجر يأتي مع الأسماء، المجرور بحرف جر وكذلك المجرور بالإضافة، وتوابع المجرور ناع التوكيد بدل عطف. الجزم يأتي فقط مع الفعل المضارع المسبوق بأداة جزم. شارك في إكمال الملخص الآتي. أسلوب الشرط، أسلوب الشرط تكون من ماذا؟ أداة الشرط، فعل الشرط، وكذلك جواب الشرط. من أدوات هذه أسلوب الشرط إن، من، مهما، أين، وأي. مثال: إن تذاكر تنجح، إن هي الأداة، تذاكر فعل الشرط، تنجح جواب للشرط. أسلوب الاستثناء وأخذناه في اللغة العربية 3 بتوسع، يتكون المستثنى من وأداة استثناء وكذلك مستثنى. أنواع المستثنى: تام مثبت وتام منفي. التام المثبت يجب أن ننصب المستثنى، والتام المنفي يجوز نصب المستثنى. الناقص المنفي يعرب المستثنى حسب موقعه في الجملة. أدوات أسلوب الاستثناء: إلا، غير، سوى، قال، عدا، هاشا. ننتقل بعد ذلك للصفحة التي تليها. أسلوب النداء: يتكون أسلوب النداء من حرف نداء زائد منادى. يستحق المنادى البناء على ما يرفع به أو النصب، ويستحق البناء على ما يرفع به. وأيضا أخذنا أسلوب في اللغة العربية 3 وهي العلم والنكرة المقصودة والمعرف بأل. وما يستحق علامة النصب 3 مضاف شبيه بالمضاف وكذلك نكرة غير مقصودة. أسلوب التعجب: أسلوب التعجب يتألف من صيغة التعجب ما أفعل به، وهو اسم منصوب متعجب، مثل ما أجمل السماء. الممنوع من الصرف: الممنوع من الصرف هو الاسم الممنوع من ماذا؟ الممنوع من التنوين.
أهم الأسباب المانعة من وضع علامة التنوين أن يكون الاسم مختوماً بألف مقصورة أو بألف ونون زائدتين، أو أن يكون جمع تكسير بعد ألف حرفان أو ثلاثة أحرف، أو يكون على وزن فعل أو شبيهاً بالفعل، أو يكون علماً مؤنثاً أو أعجمياً. عندما أقول ذهب محمد إلى المدرسة، فأستطيع هنا تنوين كلمة محمد، أما إذا قلت ذهب عيسى فلا أستطيع هنا تنوين كلمة عيسى لأنها ممنوعة من الصرف. علامة جر الممنوع من الصرف الفتحة، إلا إذا كان مضافا أو معرفا بأل فإن علامة جره الكسرة. أيضا تناولنا حالات المعدود الأعداد من 3 إلى 10، تمييزها جمع مجرور، والأعداد من 11 إلى 99 تمييزها مفرد منصوب، أما 100 والألف فتمييزها مفرد مجرور. مطابقة العدد للمعدود، إذا كان العدد من 1 إلى 2 فهنا يطابق العدد المعدود في التذكير والتأنيث، العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، العدد 10 في حالة الإفراد، يعني في حالة الإفراد عندما أقول 10 حضر 10 طلاب هنا يخالف المعدود، وحالة التركيب عندما أقول 12 13 14 فهو يطابق المعدود. ألفاظ العقود والمئة والألف لا تتأثر بجنس المعدود. ما هو البدل؟ البدل هو تابع مقصود بالحكم لذاته وأنواعه، مطابق بعض من كل، وكذلك اشتمال. وأيضا أخذنا البدل في اللغة العربية 3 مثال على ذلك، ما أجمل أو أحسن الطالب من حسن من أحسن الطالب عمله، فعمله هنا بدل بعض من كل. التوكيد لفظ يتبع المؤكد في إعرابه، وهو نوعان، إما أن يكون لفظيا أو معنويا. اللفظي مثل الماء، الماء نظيف، هنا توكيد لفظي، والمعنوي حضر الطالب عينه. يطلب منا السؤال الذي يليه أن نبين نوع العلامة الإعرابية والكلمات التي تستحقها في المثال. إذن لدينا العلامة، نوعها، والكلمات التي تعرب بها. لدينا هنا الضمة، نوعها علامة رفع. أين تأتي هذه العلامة؟ تأتي مع الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع. الفتحة هي علامة نصب وكذلك علامة جر. أين أجدها؟ أجدها في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع والاسم الممنوع من الصرف. الكسرة علامة نصب وكذلك علامة جر، أجدها في جمع المؤنث السالم والاسم المفرد. السكون هي علامة جزم، أجدها في الفعل المضارع الصحيح الآخر. الواو علامة رفع، أجدها في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. الألف علامة رفع وكذلك علامة نصب، أجدها في المثنى والأسماء الخمسة. الياء علامة نصب وكذلك علامة جزم، أجدها في المثنى وجمع المذكر السالم وأيضا الأسماء الخمسة. ثبوت النون هي علامة رفع، أجدها في الأفعال الخمسة. حذف النون علامة نصب وكذلك علامة جزم، أجدها في الأفعال الخمسة. حذف حرف العلة علامة جزم والفعل المضارع المعتل، نجدها في الفعل المضارع المعتل.
لدينا هنا أبيات لألفية ابن مالك في النحو، يقول: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. فسر الأبيات الآتية. يقصد هنا أنواع الكلم: اسم وفعل وحرف. البيت الذي يلي: فارفع بضم وانصب فتحا وجر، كسرا كذلك الله عبده يسر، واجزم بتسكين وغير ما ذكر، ينوب نحو جاء أخو بني نمر. هنا علامات الإعراب الأصلية: فتحة في حالة النصب، والكسرة في حالة الجر، والضمة في حالة الرفع. الأصل في الجزم أن يكون بالسكون، وينوب عنه حرف حذف حرف العلة، وكذلك حذف النور. البيت الذي يليه: وجر بالفتحة وما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد آل ردف. الممنوع من الصرف يجر بالفتحة بشرط ألا يضاف ولا يعرف. واجعل لنحو يفعلان النونا رفعا ودعينا وتساءلونا، وحذفها للجزم والنصب سمة، كلم تكوني لترومي مظلمة. نقول هنا أن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذفهما. الحال وصف فضلة منتصب منه في حال كفردا اذهب. هنا الحال وصف زائدة منتصب بين حال صاحبه وقت حدوث الفعل. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، مطابقا أو بعضا أو يشتمل عليه، يلفى أو كمعطوف ببل. يذكر هنا، يقصد هنا بالتابع البدل هو تابع مقصود بالحكم لذاته، وأنواعه مطابق، بعض كل، بعض من كل، وكذلك الاشتمال. إذن هذه هي تفسير لأبيات ابن مالك. إذن الكلمة في المصطلح النحوي تختلف عنها في المصطلح الإملائي. ففي حين ينظرون الإملائيون أن كلمة مثل سألتك هي كلمة واحدة، ولكن إن شاهدتها نحويا فأقول سأل زائد تاء اسم أو ضمير زائد الكاف اسم كان أو ضمير، فهي تتكون من عدة كلمات. لاحظ التحليل النحوي للكلمات الآتية: يعلمون، يعلم فعل زائد واو الجماعة زائد نون الرفع. المعلمون هنا كلمة واحدة وهي اسم. الكلمة لدينا في اللغة العربية إما أن تكون اسماً أو فعلاً أو حرفاً. الاسم يمكن أن تشير إليه، أي تسبقه بكلمة هذا أو هذه، أو تدل عليه للتعريف أو التنوين. الفعل يمكنك تمثيله حركياً حيث تقلد فاعله، كما تمثل حالة من يجري أو يأكل أو يكتب، وما عداهما الحرف. يطلب منا هنا تحليل الكلمة. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. فهنا كم تكون من ثلاث كلمات. وعبد الله ما زال حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذن هنا عبارة عن 15 كلمة: ما زال وجبريل ويوصي والباء والجار وحتى وظن والتاء وإنه
وسيورثه. إن كانت ريحا فقد لاقيت إعصارا، هنا تكونت من ستة حروف، عفوا ستة كلمات، هنا ستة كلمات. قال الله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، سبع كلمات. نقول عندما نريد تحليل النص تحليلا نحويا علينا أن نقوم بما يأتي: أولا تحليل النص إلى جمل، وحلل النص إلى جمل، تحليل الجملة إلى كلمات، تحليل طرف الجملة وما داخل عليهما من نواسخ أو نواصب أو جواز أو جوازم، أيضا تحديد متممات الجملة ونوع المتمم، سواء كان منصوب أو مجرور أو تابع، النظر في قيمة هذا المتمم المعنوي وصولا إلى بيان نوعه، سواء كان حال أو تمييز أو مفعول به أو صفة. لدينا هنا بعض الجمل ويطلب منا تحليلها، سأقوم بتحليل جملتان فقط. حلل الجمل الآتية تحليلا نحويا، ولاحظ أن المكونات الأساسية قد ميزت بلون مغاير. حقق الطالب المجتهد نجاحا باهرا. إذا أين الجملة الأساسية؟ هي حقق الطالب، حقق فعل ماضي، الطالب فاعل مرفوع، المجتهد صفة الطالب، نجاحا مفعولا به منصوب، باهرا صفة للنجاح. يقوم المعلمون والطلاب بواجبهم قياما حسنا. هنا يقوم المعلم أو المعلمون، هنا هي الجملة الأساسية. يقوم فعل مضارع، المعلمون فاعل مرفوع، والواو حرف عطف، والطلاب اسم معطوف، وبيح والباء حرف جر، وواجب اسم مجرور، هم مضاف إليه، قياما مفعول مطلق، وحسنا هنا نعت. تتكون أي جملة من طرفين مبتدأ وخبر، أو فعل زائد فاعل، أو نائبا للفاعل، ويعد طرفي الجملة ما يدخل عليها من نواسخ أو نواصب أو جوازم. بعض الجمل تحتوي على متمم أو أكثر من المتممات المجرورة أو المنصوبة أو التوابع. تنتهي الجملة حيث ينتهي طرفها وجميع المتممات المنتهية إليها. حلل الفقرتين الآتيتين إلى جمل، وضع شرطة مائلة عند نهاية كل جملة. سنقوم عند نهاية كل جملة مفيدة نضع خطا مائلا، نقول: أغلب الناس يعيشون في هذا العالم مسلوبي الإرادة، غير قادرين على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، اعتادوا على السير وراء غيرهم في الصواب والخطأ والخير والشر. ولهذا السلوك عدة أسباب، أهمها التربية الخاطئة من الآباء والأمهات،
حيث يعتقد بعض الناس أن توفر كل شيء لأبنائهم دون أخذ رأيهم يعطيهم إحساساً بالسعادة، ويستمرون في رسم مستقبل أبنائهم أيضاً بدون الرجوع إليهم، مما يفقدهم الثقة بالنفس، وبذلك ينشأ جيل بلا هوية أو عنوان. المشكلة لا تنتهي عند هذا الحد، بل هي تبدأ من خروجهم من بيوتهم واختلاطهم بالآخرين، فهم بدون إرادة أو رأي أو استقلال، يتحكم بهم القريب والبعيد، فهم يحبون ويكرهون من أجل غيرهم، ليس لهم مبدأ أو هدف معين، أقوالهم وأفعالهم متناقضة لأنهم مستعمرون من الداخل. وليست هذه المشكلة خاصة بهؤلاء الأبناء فقط، ولكنها تؤثر في المجتمع كله. ولذلك بأن تجعل المجتمع مجتمعاً انهزامياً، لا يستطيع أن يكون للمحسن أحسن ولا للمسيء أسأت. إذن ستصبح تحليل الجملة بانتهاء المعنى الواضح للجملة. إذن تحدثنا عن أسلوب الشرط، وكذلك أسلوب الاستثناء، وأسلوب النداء، وكذلك التعجب، والممنوع من الصرف، والعدد، والبدل، والتوكيد، وأيضاً عن الحالات الإعرابية للكلمة، رفعاً، نصباً، وجراً، وكذلك جزماً. وقلنا أن الكلمة في المصطلح النحوي تختلف عنها في المصطلح الإملائي، كما أن الكلمة إما أن تكون اسماً أو فعلاً أو حرفاً. وقلنا أن تنتهي الجملة حيث ينتهي طرفاها وجميع المتممات المنتهية إليها. شكراً لحسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.